اهلا بكم متابعي برنامج الملعب في يوم جديد وحلقة جديدة نناقش فيها كل ما هو جديد في الوسط الرياضي. نبارك لكافة الجماهير النصراوية الفوز اليوم على التعاون، حظا وافر للتعاونيين، والف الف مبروك لكل النصراويين التأهل الى نهائي كأس الملك. النصر ينتظر غدا الفائز من مباراة الهلال والاتحاد حتى يلتقي في نهائي كأس الملك بحسب الأنباء السبت القادم بمشيئة الله. لكم كل التحايا في هذه الحلقة من زميلي عبد العزيز الناجي رئيس التحرير وعبد صالح المرشد وخالد الحمدان ومخرجنا عبد العزيز الوليعي، وتحية خاصة مني أنا بندر الشهري. أرحب بكل آرائكم من خلال حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو على هاشتاج برنامج الملعب. البداية مع أبرز العناوين. بالتزكية، الأمير نواف بن سعد رئيسا للهلال لأربع مواسم. وفي كأس الملك النصر يحسمها أمام التعاون ويحجز مقعده في النهائي. وغدا كلاسيكو الإثارة، الهلال والاتحاد في الدرة. وأنباء عن إقامة نهائي كأس الملك يوم السبت القادم. أما فيما يتعلق بالبيت الأهلاوي، الزمالك يوافق على انتقال عبد الشافي إلى الأهلي. أبرز العناوين، منها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفي برنامج الملعب، الأستاذ محمد السراح رئيس التعاون سابقا، الناقد الرياضي حاليا. حياك الله بريان. أهلا فيك وأحييك وحي أيضا أبو تركي وحي السادة المشاهدين، وبارك أيضا لجمهور النصر وصولهم للنهائي، وأقول للتعاونيين هارد لك، حظ إن شاء الله أوفر. قدمت مباراة حلوة، مباراة جيدة حقيقة، أسعدت جمهوركم بالتميز هذا والعطاء اللي قدمته اليوم، لكن التوفيق من الله عز وجل. بنتكلم عن المباراة بريان بالتفصيل إن شاء الله، بس خلني أرحب بالكابتن علي كميخ المدرب الوطني قدير. حياك الله أبو تركي. الله يحفظك أخوي بندر، مساك الله بالخير ومشاهدي الملعب وبالأخ العزيز والصديق وبريان التعاوني، وأحد يعني من يعني خدم في الرياضة السعودية كثيرا منذ سنوات طويلة يعني. نعم. أنا متواصل وياه يعني. الله يحييكم وإحنا سعداء بتواجدكم معنا اليوم. مبروك للجماهير النصراوية وهارد لك للتعاون. الموسم انتهى بريان، كان موسم مثير بكل تفاصيله ولا لا؟ والله أنا أقول الموسم مثير، لكنه يعني أشعر يعني أنه أقل إثارة من الموسم الماضي. يمكن كان الموسم الماضي أكثر إثارة، يعني يمكن طبعا كان الهلال والنصر هم المتنافسين على البطولة الدولية، فكان أكثر إثارة. لكن عموما يعني الموسم بمجمله بالعكس كان مثير، كان متميز، كان فيه مباريات حقيقة تستحق حقيقة أنك تشوفها أكثر من مرة جمالها، وكان هناك بالتأكيد كان في المقابل مباريات يعني لم ترتقي للمستوى لتطلعات الجماهير. نعم. لكنه عموما وإجمالا كان موسم جيد، وأبرز ما في الموسم هذا هو صعود الوحدة والقادسية. طبعا هذا بالتأكيد حيعطي الدوري في الموسم القادم قوة وإثارة أكثر، لأن الفريقين ذولا فريقين لهم تاريخ وعراقة. عودتهم بريان وليس صعود، رجعوا هم إيه عودتهم وصعودهم. نعم. يعني تعودنا على تواجدهما في الدوري بالتأكيد. نعم. وفريقين يعني حقيقة دائما منبع للنجوم، ويعني كثير من نجوم الكرة السعودية كانوا يعني تأسسوا في هذا الفريقين. نعم. لكن لذلك يعني عودة الفريقين الحقيقة حتعطي الدوري جمال وقوة. إجمالا في هذا الموسم الإثارة كانت داخل ملعب وخارج ملعب، ولا اختلفت النسبة داخل ولا خارج؟ لا، احنا متعودين من مواسم سابقة يعني دائما تكون خارج الملعب يمكن أكثر من داخل الملعب، هذا أمر طبيعي جدا يعني. نعم. طيب خلينا باخذ برأي أبو تركي، القيمة الفنية داخل الملعب كيف كانت الموسم هذا أبو تركي؟ لأن أمس ما أخفيك كان معنا الأستاذ محمد الدويش. أيه. جالس في نفس المكان هذا، تابعت الحلقة، مسي عليه بالخير أبو سليمان. يقول ما كان في قيمة فنية، كانت الإثارة خارج الملعب، كانت المنافسة قوية بين النصر والأهلي، لكن قيمة فنية. شوف، هو يمكن أختلف عن بريان شوي، هو في إثارة يعني، كان إلى آخر جولة يعني كان الأهلي أمام مباراته مع التعاون، والنصر كان مباراته مع كانت آخر مباراة النصر مع مين كانت؟ الباطن؟ لا، في الدوري يتكلم، كانت مباراة الأهلي اللي فاز النصر
مباراة الهلال مباراة الهلال مع الهلال اي ومباراة التعاون الى اخر لحظة. وفاز الاهلي وفاز النصر استمر يعني الامل الى اخر لحظة بعكس الموسم الماضي. الموسم الماضي كان فيه اثارة وقوة ومتعة لكن كان النصر حسم يعني الدوري وكان في فارق بين النقطي وبين الهلال. لكنه اعتقد انه في بعض المباريات كانت يعني محل اهتمام كثير من الرياضيين المتابعين. كان فيها يعني كان فيها متعة وكان فيها بالاضافة للي نتفق عليه انه الاعلام السعودي والشارع السعودي والرياضيين والجماهير الرياضيه يعني عندها حضور قوي يعني خاصه في المواسم الاخيره نتيجه حتى يمكن بعض التعليقات اصبحت لها يعني صدى وانطباع مثل متصدر لا تكلمني بطل لا تكلمني هيا تعال يعني جده وبحر اهلي وبحر اتحاد زي كذا يعني زيد الصبر عندك زي فصار في بعض المفردات اللي يعني الجمهور من خلال التواصل الاجتماعي حتى احنا هنا في الملعب يعني كثير منا يجد في تويتر وفي بعض فصائل الاجتماعي ردة فعل الجماهير متفاعلة مع ما يطرح فيه. طب هذا ما يدل على ان فقدنا القيمة الفنية واصبحنا نبحث بالعكس او نتمسك بالهوامش. شوف اذا تجي انت في الدوري يعني في جميع الدوريات اللي في العالم تلقى انه في حتى بون شاسع يعني بعض الفرق حسمت الدوري مبكرا زي مثلا تشيلسي مثلا عندك مثلا بايرن ميونخ عندك مثلا ريال مدريد. لكنه كثير من يتكلمون عن هاللاعبين اللي بين قوسين بالملايين وبالمليارات الفرق اصبحت تخرج من دوري الابطال مبكرا يعني الفريق الوحيد من الثلاث فرق اللي ذكرت انا الان هو برشلونه اللي حيلعب نهائي كاس الابطال لكن زي تشيلسي زي بايرن ميونخ فخرجت يعني مبكرا. لكن وانا اعتقد ان الدوري السعودي له نكهه خاصه فيه في مدرجه وفي اعلامه اعلام الرياضه اتكلم يعني كثير من الزملاء الاعلاميين يعني عندهم حضور قوي خاصه في القنوات الفضائيه لما يطلعون يثيرون المدرج وتبقى لغة المدرج ساخنة يعني. لكني أنا من ناحية فنية يمكن أقل بحاجة بسيطة من الموسم الماضي لكن التنافس كان موجود إلى حد ما يعني. طيب شو رأيك في رأي أبو ريان لما قال إن العام الماضي كان أكثر إثارة على اعتبارنا المنافسة بين النصر والهلال تختلف عن. هو ما في شك طبعاً نتكلم عن النصر والهلال. أنت كنصراوي تشعر بهذا الشعور. بالتأكيد لأنه الغريم التقليدي زي الآن تخيل مثلاً. المنافسة بين الاتحاد والأهلي مثلاً في الدوري تختلف مثلاً عنها لما تكون بين الاتحاد والنصر أو بين الأهلي والهلال أو بين زي كذا. فالغريم التقليدي طبعاً له نكهة خاصة وله يعني تداعيات كثيرة جداً داخل الملعب وخارج الملعب. ويمكن المفردة اللي قالها أبو ريان إنه خارج الملعب أنا أتفق معه إنه خارج الملعب لأنه فعلاً الدوري السعودي مثير بدليل إنه كل القنوات الفضائية وكل الإعلاميين المتواجدين في القنوات الفضائية خارج قنوات السعودية يتحدث عن الدوري السعودي ويتحدث عن اللاعب السعودي ويتحدث عن المدرج السعودي ويتحدث عن نجوم الكرة السعودية ويفاخر باللاعب وينتمي إلى أندية سعودية. يعني هذه قوة في الدوري السعودي طبعا أصبح في مزايدة ما هي بضعف في متابعة الدوريات الأخرى. بريان حضر قنوات فضائية في بعض القنوات الفضائية السؤال الطرح كله يدور 10% عن الدوري المحلي في القنوات الفضائية و 90% عن الدوري السعودي ونجوم الكرة السعودية. لكن في جزيء يعني اكمال الحديث ابو تركي انت في مقياس عندنا على اساس احنا نقيس المستوى الفني هل فعلا الدوري السعودي يعني مستوى الفني عالي ولا مو؟ من سنوات احنا طويلة طبعا ما نتكلم عن السنة هذه ولا على السنة الماضية ولا على السنة اللي قبلها لا من سنوات كان في توجيه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انهم يطلبون انه يكون 60 دقيقة داخل الملعب. للأسف الشديد ان معظم مباريات الدوري السعودي كمتوسط ما تصل 40 دقيقة داخل الملعب اتكلم داخل الملعب ليش؟ وهذا دليل انه حقيقة الكرة حتى الآن يعني ما وصلنا للمستوى الفني الكبير. النقطة الثانية المهمة ان الفروقات بين الأندية ما هي باللاعبين السعوديين، اللاعبين السعوديين فروقات بسيطة جدا ما هي فروقات كبيرة. اللاعبين الأجانب هم اللي يفرقون من نادي لنادي. أنا ما أتكلم عن الجميع، أنا أتكلم كل الأجانب بعد. أنا أتكلم معظم الأندية، ما أنا بتكلم عن يعني الأجانب اللي صنعوا الفرق هالموسم يعني يمكن يعدون على أصابع اليد الواحدة. صحيح. لكنهم أيضا فادوا فرقهم، أنا بضرب مثلا في التعاون يعني، التعاون عنده أجانب فادوه، الأهلي عنده أجانب فادوه، النصر عنده أجانب فادوه. أنا أتكلم الهلال لما نفيز انخفض مستواه والمدافعين ما كانوا بيومهم ما قدم شيء عانى الهلال الموسم هذا انا الشباب الموسم هذا السعوديين ما فعلوا شيء كبير يعني الاجانب يعني كانوا سيئين وما كانوا للمستوى المطلوب مع ذلك ما فادوا فلذلك اللاعب الاجنبي انا في اعتقادي
انه له دور كبير بدعم الفريق. يكفي ان اللاعب الاجنبي تقريبا 40% من 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 الفريق هم اللاعبين الاجانب. نعم. فلذلك مهم جدا حقيقه وجود اللاعب الاجنبي المميز واختيار اللاعب الاجنبي المميز. فلذا نادي الرائد كان نتائجه سيئه جدا بدايه الموسم الرياضي. طيب. لما جاب المهاجم العراقي يعني تحسن وضع الرائد بشكل كبير. فلذلك انا وش اتكلم فيه ان اللاعبين الاجانب لهم دور كبير. احيانا ما تستطيع تلقى لاعب سعودي في مركز معين ويكون مميز خاصة على مستوى الدفاع او على مستوى الهجوم او على مستوى المحور. انا اتكلم على الخط العمود الفقري للفريق. فلذلك مهم جدا وجود اللاعب الاجنبي المميز ليساعد الفريق وليكون حاجه الفريق له بشكل كبير. هذه الاشياء للاسف الشديد بعض الانديه اختيارهم للاجانب يكون يعني ما انت تستغرب الان نادي بحجم نادي الشباب وخبره نادي الشباب ووجود يعني نادي كبير نادي بطولات العام الماضي كان بطل كاس الملك يعني والسوبر وشلون نادي يعني يستطيع يجيب اجانب سيئه. النقطه الثانيه حتى اللاعبين حتى المدربين يعني اختيار المدربين تعدد المدربين بموسم واحد. نعم. يعني هذه ترى اخطاء كبيره يعني ما, طيب. ما تحصل في الدوريات الاوروبيه. طيب ان شاء الله اذا حصلنا وقت بريان الموضوع هذا مهم جدا و ما اعلق على كلامه مفيد تفضل بس عشان بروح مباراه النصر. التعاوني لازم يدخل الرائد. انا امدح الرائد الغريب التقليدي. لحظه الحسن الطير من افضل اللاعبين ترى جابوا الرائد بس انه كم عشيرة كان هداف لكنه مثلا ما قدم نفسه بس للامانه وللتاريخ الرائد خسر بعض المباريات وكان يقدم كره جميله حتى الثلاثي الاجنبي والرباعي الاجنبي اليكس وبن ياسين وحسن الطير وشكل الاضافه لما بس جاء. ما كان احد يترجم شف ما كان عنده لاعبين محليين وعنده حارس من افضل حراس الدوري السعودي بس ما كان عنده لاعب عنده عبد العزيز جبرين كان قبل ما يروح للنصر عنده سالم العنزي مثلا قدم اسماء عنده اسماء نعم. كثير مش على العنزي مش على سوري لكن هو طبعا تعرف التعاونين يرمي عليهم لازم يرمي عليهم هو شف هو مو بالديربي الثالث هو ولا الرابع لا انا جماهيريا الديربي الثالث بعد هي النصر والاتحاد ايه لكن في جزئيه بسيطه انا اتكلم حسن الطير لو راقبت حسن الطير غالبا ما يقدم شيء في الدور الاول انا ما ادري يعني حسن الطير وهذه اتمنى انه يسمعنا حسن الطير دائما الظاهر انه لا راح بالاجازه ما يحافظ على وزنه على يعني اشياء معينه فلذلك حتى لاحظت انا بالشيء لا عنده فهد الطفيل كان لا حتى مع فهد الطفيل فهد الطفيل كان حتى مع فهد الطفيل ما يعود ويكون على مستوى مميز الا يمكن بعد ست جولات سبع جولات وهذه مشكله كبيره. طيب ابو ريال عشان ما بس ما يروح علينا الوقت احنا عندنا ما يروح علينا كل رائد التعاون عندنا نصف نهائي كاس الملك النصر متأهل. طيب عندنا ملخص لمباراه النصر والتعاون اللي فاز فيها النصر اليوم بهدفين مقابل هدف واحد وتأهل لنهائي كاس الملك نتابع الملخص. بنشوة البطولة التي تحصل عليها النصر كنا نتوقع حضور جماهيري أكبر كرة تعود أدريان يعرف كرة في المرمى في المرمى تتكمل جول أوه يا نصر هذه الثانية من مين جات من مين حضرت شوف أدريان على طول من لمسة الكرة تحضر من عمر الاستكمال من عيد ولا من أرمان دويلا في اللقطة الماضية الكرة تتخلص من العارضة هذه المرة الهدف الأول كرة عادت أدريان السهلاوي يحضر يجرب الجول جول السهلاوي على الكأس الأقلى شوف السهلاوي في الأولى مرور وفي الثانية ضرب في الجول وفي الثاني تهتز شباك تمريرة على الطرف الأيسر التعاون انتشاره خطير تحركاته جميلة كرة الآن عرضية ممتازة ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب قبل أن تصل اللقطة الماضية هذه الكرة والعرضية الجميلة في 2006 عندما حقق بطولة كأس الأمير فيصل الكرة خطيرة الآن أمام اثنين الآن هدف التقليص هدف الواحد جول التعادل
مقابل هدف التقليص. شوف تمريرة فهد عادت بعد ذلك بتمريرة وتسديدة اصطدت من المدافعين واهتزت شباك حسين شيعان. اهتزت شباك حسين شيعان بهذه اللقطة بهذا الهدف من نايف موسى. ألف مبروك لكافة النصراويين هذا الفوز والتأهل لنهائي كأس الملك. انتظر الفائز غدا إن شاء الله من بين الهلال والاتحاد. أبو تركي أبدأ معك حول المباراة اليوم، وكأننا لاحظنا النصر ما لعب كامل قوته، يعني ما كشف كل الأوراق، أو أنه نهاية الموسم، ما أدري تلاحظت معنا هالشيء هذا ولا لا؟ شوف بندر، هو طبعا النصر ما في شك أنه بعد تحقيق الهدف رقم واحد للدوري أكيد طموحات اللاعبين تختلف، وبعدين يجي عملية تنشيط النواحي المعنوية عند اللاعبين، وأنه هدفكم يكون كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل أعلن عنها أكثر من مرة. بعد التتويج ارتخى النصر كثير، بعد مباراة الشباب بعد التتويج ارتخى، صار في إجازات، صار فيه فترة تمارين أقل، فترة غيابات لبعض اللاعبين في عملية الاستشفاء والريكفري. أيضا حتى ينطبق الكلام هذا على فريق التعاون بعد ما ضمن البقاء وبقت مباراة طويلة له، لأنه كان في الوسط في مباراة للنصر مع الخويا، وكان في مباراة الوسط مع النصر مع الباطن، فكان فريق فترة طويلة. أعتقد إنه لاعبين النصر ما أخذوا يعني ما أخذوا المباراة بمحمل الجد، يعني هذه ثاني مباراة، ثالث مباراة لفريق النصر وهو ما يقدم نفسه كبطل الدوري يعني بقوة، يعني وهذا أمر طبيعي. لا أنا ما سمي بعد الموسم الطويل. لا أنا ما سمي طبيعي، لأنه أنت الفريق البطل يجب أن تكون يعني كامل، خاصة الآن مباراة هذه كل الفريق رجع، يعني كان قبل فيه غيابات وفترة راحة وفترة ريكفري للاعبين، وفي نفس الوقت ينطبق على التعاون، مو فريق التعاون هذا اللي بعد كان في 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 عز الدوري، يعني كان فريق التعاون أيضا كان ظاهر بقوة. على أي حال هي مباراة أنا بالنسبة لي يعني أشبه بمباراة أشبه بتمرين، يعني ما كان مفتوح اللعب، كان في أخطاء كثيرة من اللاعبين، كانت الأخطاء تمر مرور الكرام بما فيها حتى التحكيم، يعني في مثلا من ضمن الأشياء كان في مداخلة قوية مثلا على أدريان وإصابة ودم وأخذ كرت أصفر مثلا، فحتى لكنها مباراة أنا بالنسبة لي ما ارتقت لمستوى يعني التعاون والنصر في الدوري. بس أنا ليش سألتك إن أمر طبيعي أو إن إرهاق أو كذا؟ لأن أنت عارف الموسم هذا أبو تركي لاعبين 10 شهور. إيه 10 شهور. بس كان في فترة راح واجد. الموسم الرياضي متى بدأ؟ في 10 شوال. بس كان في فترة. الحين إحنا في 10/8. كان في فترات راح واجد. فترات يعني راحة بس كان يتخللها بطولات ومباريات ودية. تذكر بطولة الخليج، كأس آسيا. إيه بس كان متوقف الدوري كثير، يعني أنا ضد فكرة التوقف كثير، وفي نفس الوقت مثل ما قلتك يعني يتخلل، يعني أنا إذا بتحاسب أقولك التعاون هو جالس فترة أطول وأكثر فريق. أكثر من النصر جالس فترة أطول، تعرف الفريق لما يكون جالس بدون مباريات وتمارين تراها تكون يعني ممل للاعبين. نعم. طيب أبو ريان، قبل المباراة كانت ترشيحات كثيرة ترشح التعاون على اعتبار أنه قدم مستويات في هذه البطولة، بس اليوم شاهدنا التعاون يعني مباريات الكؤوس، يمكن أبو تركي يعني هو كمدرب يفهم بالأمور هذه، مباريات الكؤوس دائما مدربين يعتمدون على الشق الهجومي أكثر من اعتمادهم على تكفيل المناطق الخلفية، ولذلك دائما يكون فيه يعني مساحات كبيرة بين 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 خط الوسط والمهاجم والدفاع أتكلم، فلذلك طبيعي جدا أن اليوم نشوف مباراة مفتوحة، هذه مباريات الكؤوس، ولذلك دائما مباراة الكؤوس يكون فيها مفاجآت. ليش؟ لأني أنا أبحث مباراة، أعرف أن المباراة هذه أنا ما أبغى أصل الى ضربات ترجيح وما ابغى اصل الى الاشواط اضافيه، فلذلك لابد ان يحسم، فلذلك الحسم يحتاج مجازفه، فكل المدربين لا جوميز ولا دي سيلفا كل الاثنين هاجموا اليوم، فلذلك ما راح تشوف في مباراه الكؤوس دائما ما تشوف مستويات اكثر من تشوف يعني ك يعني طريقه اضرب واهرب، يعني فهمت علي؟ فلذلك اليوم تشوف يعني هجمات كثير جدا، وفي ضياع للفرص بشكل كبير، يعني لا من التعاون ولا من النصر، لعب مفتوح بشكل كبير، فلذلك اهم شيء نفوز. هذه مباراه الكؤوس، فانا اقول بكل صراحه يعني مباراه اليوم النصر ارتقى مستواه وعن مباراه الباطن بشكل كبير، والتعاون اليوم قدم نفسه بشكل جيد. ضاع عديد من الفرص التعاون، شاطر النصر كان يعني ند عنيد للنصر، لكن في الاول والاخير
اللي مستغربه من التعاون ان التعاون ما لعب يعني ما عنده محاور اليوم، اليوم لعب التعاون كان يعني يعني في فصل بين الدفاع والهجوم، فلذلك كان الضغط على 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 المدافعين التعاون. انا اعتقد انه يعني بالغ وميز بالهجوم اكثر من اللازم، خاصه مع بدايه المباراه. ما انا بتكلم انا يعني بعد ما سجل النصر هدف، لا انا اتكلم مع بدايه المباراه مفترض انه يستعين باحد المحاور، عنده مد الله، عنده شادي بوهشش، عنده لاعبين يعني بامكانهم يسكرون. وغريب ما كان لعب شادي اليوم، لذلك هو لعب ثلاثه قلوب تقريبا يعني اليوم. فانا مستغرب من فلسفه المدرب وش يعني وش بيصل له اليوم. لكن اولا واخيرا مباراه انا اقولها في مجملها طالما فيها فرص ضائعه، فيها لعب مفتوح، يعني مباراه ممتعه فيها اهداف. نعم. لكن انا اقول نادي النصر قاعد يرتقي مستواه من مباراه الى اخرى، يطلع من قضيه يعني نشوه الدوري إيه؟ نشوه الدوري وما زال فكر اللاعبين في الدوري، لا الان اللاعبين بالتاكيد واداره نادي النصر والمسؤولين في نادي النصر ومدرب نادي النصر كلهم تفكيرهم في النهائي والتركيز على النهائي، لان الان الفرص اللي زي هذه والوصول للنهائي ما تتكرر يعني. صحيح. فلذلك مهم جدا خاصه في موسم واحد يعني تحقق مثل هذه النتائج. نعم. نعم. الاستثنائيه يعني امر اكيد ان حريصين عليه النصراويين. ابو تركي ابو حمود على هاشتاج برنامج ملعب يقول بعد كوارث مرعي ضد النصر اليوم اصبح وجود الحكم الاجنبي ضروري لانجاح النهائي بحضور الملك سلمان. والله انا اشوف يعني لك تعليق على لا هو مرعي اليوم يعني زي ما اتفقنا احنا المباراه اصلا هي مباراه يعني ما كان فيها يعني ما هي مباراه تنافسيه. هي كانت مباراه عندها هدف الوصول وبالتاكيد يعني بس كان في ملاحظات كبيره ابو تركي يعني حتى محللين قلت لك الان من ضمن الاشياء قلت لك في ضربه جزاء مثلا حق محمد عيد مع ياسين الناس تكلموا عنها محللين فيه يعني احتكاك مثلا مع محمد السهلاوي من اللاعب الشاب الطليحي الطلحي والشوط الثاني اعتقد مثلا كان يعني دخول عنيف على محمد. الشوط الثاني اعتقد فيه بعد شايع شراحيلي بعد شايع شراحيلي برضو العرقلة. لكن بشكل عام يعني الحكام السعوديين انا تابعت المرعي ومجموعه وزملاء في نهائي كاس العمان. صراحه كان رائع يعني حتى كان قراراته ومساعديه كانت يعني من شيء يعني اليوم يعني تحس انه تحت ضغط حكام حتى لو كانت المباراه مش تنافسيه. يعني تخيل مثلا حكم مباراه بكره كان الله في عونه وتركي بكره ايه نعم. كان الله في عونه مع انه من افضل الحكام اللي يعني الان يشار لهم بالبنان يعني لكني انا مع الحكم الاجنبي لسببين. السبب رقم واحد انه يخف الضغط على الحكام السعوديين. الرقم ثلاثه واربعه وخمسه انه يجب ان يكون هناك يعني فيه يعني شفافيه مع لجنه الحكام. لان الحكم اللي يرتكب اخطاء قاتله وفق الخبراء اللي تابعين له. نعم. يجب انك انت ما تخليه يحكم في دوري الدرجه الاولى، انك خلاص تخليه يحكم في مباريات خارج المملكه يعني خلاص تعطي له فرصه انه يعيد نفسه لانه تحت ضغط ولا حيطلع من تحت الضغط الا لما ترجع ثاني مره لمباراه. صحيح انا هذه وجهه نظري يعني التنافس الجماهيري الاعلامي شكل ضغط كبير بشكل عام بالفعل. بشكل عام النصر يعني اخذ هدفه الرئيسي وصل لمباراه كاس جلاله الملك. نعم. بكل جداره واستحقاق، واعتقد انه يعني امام الان فرصه تاريخيه انه يجمع ثنائيه كما حصل الموسم. نعم. الماضي ما بين دوري وما بين كاس. نعم. سمو سيدي ولي العهد ابو ريان تلك البطوله الاغلى يعني. نعم. ابو ريان تاثر التعاون اليوم من اخطاء الحكم؟ لا ما تأثر. يعني انا اشوف ردة فعل في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالنسبة للنصر. شوف التعاون من قبل المباراة كان التعاونيين يعني يخشون من اخطاء طبعا على ترسبات سابقة. كانت مباراة الهلال والتعاون كان هناك ضربة جزاء لجهاد حسين من قبل حارس نادي الهلال ستيري يعني ذاك الوقت. فلذلك على غرار هذه الاخطاء اللي ارتكبها مرعي في وقت سابق ضد نادي التعاون بالتاكيد يعني نادي التعاون كان قبل المباراه كان يعني يخشى انه تكون هذه الاخطاء يعني تستمر فيها في مباراه النصر. لكن اعتقد اليوم مرعي يعني عليه اخطاء بالتاكيد على ما قال ابو تركي، لكنه اتجاه نادي التعاون ما كانت اخطاء كبيره يعني اخطاء في بسيط جدا، لكن كان يمكن اللي شفته انا يعني بالتاكيد هو البلنتي اللي محمد عيد مع ياسين. لا 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 بلنتي البلنتي اللي حق شايع شراحيلي مع الطلحي. هذا هو اللي ممكن يكون يعني ركله جزاء، ممكن يكون ركله جزاء بس.
لكن انا اتصور على اساس اني انا اخرج الحكام من قضيه الضغط اللي احنا نعيشه او حتى احنا نعيشهم فيها. انا اقول ليش ما يكون في تبادل حكام بين دول الخليج؟ يعني صحيح. انا ما اقول ما اروح اقول بين مثلا احنا واوروبا، لا، احنا دول الخليج، وفي بعض المباريات اسنده الحكام مميزين في دوله قطر، ولا حكام مميزين في دوله الكويت، ولا حكام مميزين، فلما يجون ما يكونون تحت الضغط، ولا يكون لهم علاقه باللاعبين السعوديين ولا او الاعلام أو الاعلام. وكذلك الحكام السعوديين، انا ما تفضل ابو تركي يقول مباراه في الدوري العماني لما حكمها نهائي الدوري العماني والسيبا العروبة والسيبا حكمها مرعي وكان مميز. فلذلك احنا ليش نقحم حكامنا في قضيه الضغط اللي قاعدين يعيشونها؟ وحنا بامكاننا وبعلاقاتنا الطيبه مع دول الخليج، وعندنا اتحاد خليجي، يعني ما اكثر من كذا، يعني ما اعتقد اننا احنا يعني خليجنا واحد. نعم، بس ما طبقناها الان. ما راح تتغير الثقه، يعني الاجنبي هو اللي نثق فيه يعني كمجتمع رياضي، ما اتكلم عني انا، يعني الراي العام او المجتمع كده مباراه شفنا بالحكم الاجنبي، يعني الحكم المحلي او الخليجي، يعني بندر كلهم بندر كده مباراه بين التعاون والرايد، حكمها حكم بحريني، انا اتذكر هذه المباراه، يعني بالعكس كانت مرضيه بالنسبه للفريقين. ليش؟ انه حتى هو عنده اخطاء، لكن اخطاؤه يعني ما اخذت محمل يعني المؤامره، وانه هو ينتسب للنادي هذا ولا ينتسب للنادي ذاك. فلذلك انا اقول من الافضل في مباريات دوري الاربعه اني دائما استعين بحكام خليجيين، في مباراه النهائي الافضل اني استعين بحكم اجنبي، على اساس اني انا ما اقحم الاداء، زي ما صار الان نهائي عمان حكم سعودي. نعم. يعني وش الفرق؟ بالعكس انا اقول انه نهائي السعودي حكم مثلا اجنبي، على اساس انه ما يدخلون اللاعبين في الضغط، يكون التركيز اعتقد نهائي الكويت اظهر حكم السعودي. ايه؟ ما نتاكد بالضبط. نعم. ويكون التركيز على المستوى الفني اكثر من التركيز على ان الحكم بيكون معي او بيكون ضدي. واشحن الجمهور واشحن المسؤولين واشحن حتى اللاعبين في وسط الملعب. صحيح. فلذلك هذه الامور حقيقه سلبيه في الدوري السعودي. انا اتمنى اننا يعني على الاقل نخطي خطوات بهذا الجانب بالذات. يعني نعم. طيب ابو تركي بتضيف شيء عن مباراه اليوم عشان ننتقل الموضوع؟ لا بالعكس، نقول مبروك للنصراويين، هارد لك للتعاونيين. طبعا ننتظر مباراه الغد. النصر طبعا بعد ما تغلب على التعاون الحين يصير الاتحاد ضمن المشاركه في دوري ابطال اسيا. كنا نتوقع انه لو فيما لو تاهل التعاون يكون هناك اشكاليه على الاتحاد، لكن احنا بنرجع عليها. الاتحاد الان يضمن مقعده في دوري ابطال اسيا المشاركه الموسم المقبل. بالنسبه للهلال طبعا فيما يتعلق بالبيت الهلالي، عقد اعضاء شرف النادي مساء الجمعه امس اجتماعا شرفيا برئاسه صاحب السمو الامير بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء شرف النادي، حيث قرر أعضاء الشرف ترشيح الأمير نواف بن سعد رئيسا للنادي لمدة 4 أعوام مقبلة. كما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات الهامة التي تخص الأمور المتعلقة بالنادي. هذا وقدم أعضاء شرف النادي شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد وكافة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال 7 أعوام ماضية، مؤكدين اعتزازهم الكبير بما قدمه الأمير عبد الرحمن بن مساعد لنادي الهلال وأثناء قبيل وأثناء وبعد رئاسته للنادي. كما ثمن أعضاء الشرف جهود الأستاذ محمد الحميداني طوال فترة تكليفه برئاسة النادي. أيضا ثمن الأمير نواف بن سعد ترشيح أعضاء الشرف مبدين اعتزازه بهذه الثقة الكبيرة ومؤكدا سعيه لتحقيق ما تصبو إليه جماهير النادي العريض. خلينا نبدأ معك كابتن علي. بالنسبة للتغييرات اللي حاصلة في المشهد الهلالي الآن، الأمير نواف بن سعد رئيسا للهلال لأربع سنوات مقبلة. شوف المشهد الهلالي طبعا الكل يعني يقدر يعني منظومة العمل الشرفي في الهلال، يعني وكل رؤساء الهلال دائما تجدهم يلتفون يعني حول، يعني حتى بما فيهم الفترة الأخيرة اللي كانت فترة الأخ محمد الحميداني أيضا، يعني الجميع وقف معه وقدم له دعم يعني جيد. أنا أعتقد أنه الأمير نواف بن سعد هو يعني ابن الرياضة السعودية، يعني سواء على مستوى المنتخبات السعودية والفئة السنية أو شريك استراتيجي في بطولات الهلال.